أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان عنواننا اليوم مدينة الشعلة. هذه المدينة اللي يعني امتاز أهلها معروفين بفقر الحال وأيضا بأنهم ناس يعملون يوم بيوم الكادحين يعني الفقراء. لذلك راح نلتقي بعدد من المواطنين يحدثونا عن همومهم ومشاكلهم في هاي المنطقة، يحدثونا عن ما يعانون. راح نلتقي بعدد من المواطنين هنا اللي في سوق الشعلة. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، اهلا وسهلا. مية تلبي. شلون هالشعلة؟ والله الشعلة شيء على شيء يعني زينة. لا والله إيه، بس هاي الأسعار اللي لعبت بالعالم هسه. موضوع الأسعار هسه إيه؟ حديث الساعة. إيه هو حديث الساعة هسه، لأن أسعار غير متوقعة. إيه بعد يعني مثل إيش تريد؟ موضوع الخدمات، موضوع ال يعني النظافة، الخدمات اللي عندكم. والله النظافة هسه تشوفها بس الصبحية. مي، كهرباء. والله الكهرباء هالأيام وضعية تعبانة كلش. نعم. الكهرباء. أي. نعم. المي موجود عادي، والنظافة قلت لك بس الصبحية وتنتهي بعد. نعم. أي ماكو يعني أي إشكال. هو ده لاحظ والله إنه هذا السوق يعني مودي شو النظافة. يعني مودي لأن ما عليه أي رقابة. نعم. أي سوق ما عليه أي رقابة. نعم. الصبح يجون من غوشة بالستة ستة ونص ينظفون هاي العراصيف ويرجعون. نعم. هذا هو بعد. وخلص باقي اليوم السوق متروك. متروك ينترك ما حد بحاله. وهذا هنا يصير ازدحام يعني مو طبيعي. من الشارع من هناك تلفان كلش. اي وجاي يصير ازدحام كلش. اي هاي الاستدارة بيها ازدحام اكثر شيء. اي الاستدارة واللي قدام شارع تلفان. اي. عيني عمي صباح الخير. هذا صباح النور. شلون الصحة؟ الله يسلمك الله يحفظك الله. شلون هالشعلة وش محتاجة؟ والله بالشعلة بالضيم. والله كل شيء محتاج. شوف النفايات، شوف الوصايغ، شوف شلون هوسه صايره. طب بشوارعها شوفها، يعني عبالك تقول منسيين. اي منسيين يعني. بس هذا السوق ما شاء الله عامر يعني. دا اشوف انه هو شو تسوي الناس على باب الله يعني، شو تسوي؟ هي هاي الناس من زمان هي وضعيتها يعني، شو تسوي على باب الله تشتغل، بس لا شارع لا خدمات لا كذا لا ما حبيبي الغالي. أنا مرحبا، شرفته. شلون الشغل وياكم؟ والله الشغل نقول شيء على شيء الحمد لله. أنا بجملة هاي إحنا مواضيع هواي، بس كموضوع اليوم حديث الساعة الدولار من وقع بيها؟ بس الفقير. لا أنا وقعت بيها ولا فوق معي وقع بيها، بس الفقير. الفقير أنا بطل زفر باثنين ونص يعني، شو مين يجيبه إذا يوميته 5000 10000 شو يجيب يعني؟ يعني شو يشتري كيلو طماطم كيلو مزروح البيت شو يريد؟ فهاي الأوضاع ما تعجب حيل. أستمع قالوا خلي النظافة. أنا صاحب ثلاث جوع، الناس ثلاث جوع، الفقير منين يجيب يعني؟ بس هاي شوية دولار كون ينزل. عم إحنا نريد يصير 100، إنه بصير 150 يعني. نريد يصير، إحنا نريد ينزل. طبقة الفقراء زادت هسه بهاي الحالة. فقير هسه انسحق هسه الفقير إلى الله، حتى الله ما يشفع له. مين يجيب؟ فما عد الشيء، بس كون دولار اشتغل على على وضع الطبيعي إن شاء الله. مرحبا. شلون الشباب؟ والله الحمد لله زينين. شو تشتغل انت هنا بالسوق؟ تكرم ابيع احذيه. اها ماشي شغل وياك؟ والله تعبان من وراء وضعيه الدولار تعبان. من سكنه الشعله؟ من سكنه الشعله. احكي لي الفروع الداخليه، الخدمات ايش تحتاج؟ تعبانه. موضوع المجاري بالمطر شو يصير؟ تعبانه. تغرق الشعله، تغرق بالمطر، تغرق. طيب ماكو اي خدمات. مسؤولين البلديه يجون يتواجدون عندكم؟ لا ماكو، ما يتواجدون. اي تواجدون هاي. عندك سؤال تطرحه تريد نوصله الى بلديه الشعله؟ هم يعني اريد خدمات يعني، لا كر ولا، وخاصه الزراعه يعني عندنا اللي هي دوانم. اي ما ابي اي خدمات، ما ابي. مبلطه ولا لا؟ لا ما مبلطه. هذه طابه زراعي رئيسيه. طابه مبلطه. اي طابه زراعي زين. فد الشوارع الرئيسيه مبلطه، ولا فرع لا، عباره عن طين يعني. نعم. يعني صعب الطفل يطلع المدرسه. ما يطلع يعني بيوم التمطر، ما يطلع المدرسة، يقعد بالبيت. ايه يعني طين تصير. تصير طينة يعني فرد نوب. ايه. مي طين رموساخة. ماكو نظافة بلدية ما تجي يعني بالدوانم. نهائيا ما تفتر يعني بالأفرع. زبالة تكرم كومة. حاويات شي؟ ماكو نهائيا حاويات. هاي الذبة ورا البيت أو هي هي تصفر. نعم. يجون كل شهر 5000 كل بيت نطي اجور يعني نطيهم يشيلونها اللي هيك. يلا يعني مشكله هاي فعلا. احنا لاحظ طبعا كل حلقاتنا يعني كل منطقه نزورها هو موضوع النظافه والبلديه. يعني مع العلم خلينا ناخذ لقطه شباب. هنا دا ينظفون يعني، البلديه موجوده دا ينظفون حاليا.
في الجزر الوسطية. فهو الموضوع دائما انه اللي يتم التحدث عنه موضوع مشاكل البلدية في اي منطقة نروح لها. لذلك احنا نلتقي دائما بمدراء البلدية ويعني ننقل أسئلة المواطن وملاحظاته إليه. راح نكمل بالسوق. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. نعم. أي. رياضي ها؟ والله نشغل بالعلوة احنا. كنا كسبة. اي والله. فالوضع العام والله من أسوأ لأسوأ. يعني هذا الدولار الصاعد هسه. يعني كاهلة على المواطن الفقير. كل الناس كسبة. يعني الناس تنزل السوق. يعني الطحين صعد، الشكر ودهن وحصه ماكو، فالمواطن يشتغل له ب 10,000. زين، احنا نريد هم نسولف على موضوع الحصه هذا. الحصه اليوم صار يمكن 4-5 أشهر ما مستلمين. احنا طبعا حاولنا انه نتواصل مع وزاره التجاره، ردنا احد يرد على موضوع الحصه التموينيه، ولحد الان يعني ما حد تواصل ويانا ولا احد رد لنا خبر. حاولنا بشكل مكثف انه يكون ويانا اعلام وزاره التجاره حتى يردون على تساؤل المواطن عن موضوع الحصة التموينية والمخصصات المالية اللي منحت لهذا الموضوع أو لهذا الملف، ملف الحصة التموينية الشهرية. موضوع الحصة هي أصلاً الشانة تستلمون يعني زيت وتمن. هاي يجي الزيت يأخذون حصة فلوس كاملة، يجي التمن يأخذون حصة كاملة. أغلب الناس البسطاء قام ما يأخذونها لأن التكلفة أكثر من شو اسمه العدة. مثلاً 4 نفرات 4,000 يدفع للزيت، ويجي التمن في 4,000 هم 8,000 دينار. نعم. وأسوأ نوعين يكون المواطن يعني معفن. يعني أنت اليوم من تريد تطلع تشتري تمن ما راح تشتري هاي النوعية، يعني أنت دافع فلوس راح تشتري أول نوعية. أستاذ ما ينكال يعني إحنا أنا يطبخونه ما يأكلونه. نعم. فقمنا نشتري حتى لو أغلى من الحصة، فما نأخذ ما نروح التموين ما نوصل. لأن أنت تعطي 8,000 إذا عندك 4 نفرات وما ينكال مو تشتري 1,500 كيلو تمن بس نوعيه. بس والله الفقير ده ياكله شو يسوي بعد يعني هاي يقول لك والله أنا. حتى الفقير قام ياكله لان بيعفونه وبيرطب وبشغلات يعني مع الاسف احنا نقول على مع الاسف يعني اي حكومه تيجي على تتعاقب الحكومه نفس الشغل ونفس الاداره ونفس ماكو بعد ماكو تغيير وماكو نحو الاحسن. فالله يساعد المواطن الفقير هي بس عارف نحكيها ونقولها. شكرا لك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله حبيبي انت الله يخليك. الطحين تشتغل انت ها؟ لا والله اشتريت طحين لقيته صاعد 5,000 يابا ليش؟ قالوا الدولار صعد. ليش يعني دنيا؟ لا بلغوا مواطن، لا قالوا المواطن يابا راح نصعد لك الدولار اخزن لك كم كيس طحين. ما بلغون. ما كل ما بلغونا جو مفاجئ. غير يبلغون قبل شهر. اي. يابا راح نصعد الامور اختلفت بيناتنا. بعد الحصه وين؟ الحصه وين؟ الحصه الله يرحمها قرانا عليها الفاتحه. من 2003 ولا حد هسه. بيش كان كيس الطحين الصفر تاخذه وبيش؟ والله احسن طحين كنا ناخذه ب20. ايش عندك فرن لو هيك؟ لا والله للبيت للبيت. هي ب20 ب20 كنا ناخذه هسه 25 اخذتها هسه من علاء وباع علاء ويباع علي بعد حتى فلوس ما مطي. زين والله يا مو تمام بلد ما مستقر يعني ما ابد ما مستقر ابد يعني ما بي نظام. نظام للغذاء ما بي يعني شيده يصعد ينزل يصعد ينزل دمر المواطن. هو لا ما نزل بس يصعد مفاجئ بعد ما ينزل. زين هاي العالم نزلت رواتبها وقللتوها هي عيشتها على الراتب ومسوي لها منهاج منظم حياته. هل قد للسحب؟ هل قد للكهرباء؟ هل قد للنفط؟ هل قد للمي؟ ماكو انهم فاجئوه بالنزول. هو عنده سلف وعنده شغلات فاجئوه بالنزول مراتب غير اكو عقل يحسبها صحيح. ماكو عقل يحسبها صحيح. فاجئوا العالم بالنزول. الجندي وين يروح؟ الموظف وين يروح؟ المتقاعد وين يروح؟ زين هو ايجار 250 هاي للبيت، للكهرباء 100، للكذا مزحه والله خطير مزحه يا دوب. زين هسه ما طرح يصير شويه تضارب هو المواطن. هسه قبل يومين يقول له والله ما عاد اعطيك، منين اعطيك الراتب مأخريني. وضعيه مو تمام، قلت لك البلد ما مستقر ما منظم يعني شيء ثابت للمواطن. هسه بيناتكم اختلفوا ماكو مشكله بس خلي المواطن على صفحه. خلوا الناس خلي على صفحه. شو ارجعوا فوها على صفحه؟ هاي عيشه المواطن. القضاء يعوفه على صفحه. ادعم البطاقه التومنيه، ادعمها ادعم البطاقه التومنيه شويه. هسه ما نريد مثل قبل، نريد شويه هز صابونات شغلات. ما مدى تصير صعب. وضعيه ابد مو تمام والله ابد مو تمام. شكرا حبيبي. شكراً حبيبي هلا شلونك؟ الله يسلمك. انا بعد قبل من هالشعلة هنا؟ لا والله بدي هنا بيتنا. اي جاية تسوقين؟ اي والله سوقت لقيتها غالي بطلت. ها اي والله ما عاد لا طحين لا شاي لا عندي ولد يشتغل نوب يشتغل نوب ما يشتغل عامل. أي. صغير. اي والله
حالتنا تعبانه ما عاد. وهذا السوق يعني غالي صار اليوم، غلت الاسعار؟ لا والله لا والله السوق بس الكيلو ب 500 هاي بس، والله ما عندي اليوم ال 500 والله. ابني يشتغل نوب، يشتغل نوب، ما يشتغل علا وصغير، ما عندنا والله، حالته تعبان. ايوه وهذا بالحصه لا يجيبها كل شهر لا كل شهرين، يبطي الله يجيب لنا المواد الغذائيه وشني، مره يجيب زيت، مره يجيب طحين، مره يجيب تمن، والتمن هم ماي معجين. والله حالتنا تعبانه ما عاد. اي والله والله خاله الله المعين فعلا. ايوه مو سهله. مشكور يعني انعم الله عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. اغاك عندك تاكسي؟ يمكن شفتك طبق. اي نعم. نعم. شغلكم شلون هالايام؟ شغل كله تعبان. يقولون ابو التاكسي اموره زينه. الوضع كله تعبان، يا التوك توك ما خلاني اشتغل. ولام خوش فلوس. التوك توك ما خلاني اشتغل، انا جيتك على حاله. قول لي. المدخل مال الدهنه. ايه. هذا. اكو واحده هنا جاي تشتغل. مأذية الشارع والسيطرة موجودة، قرب 5 مترات عنهم، نقول لهم يا بالشارع تلف من وراء المايات، يقول ما نقدر نحاسبها. شنو شغل؟ إن شاء الله تهيئ عشاير، قل لي. انتم دوله المي مين يعني؟ المي هي تغسل تكرم، ماي كروش ما كروش. هسه اطلع للمدخل مال الدهنه وشوف السياره من قدرت تفوت على الجسر من وراها، هسه هي موجوده، بس صوروا الحاله ينقلوها البلديه. البلديه وين؟ هو انتم عن طريق قناتكم تنقل للبلديه ويشوفون هسه. زين احنا مو يعني ما نريد احنا نستهدف احد شخصي، بس انه احكي لي الحاله بالضبط. الحاله تعبانه، مدخل مال منطقه الدهنه منطقه كاملة، وبس هذا الجسر وسيطرة بصف الجسر، وهاي المرة أذت الشارع. نعم. اي ما جاي يمنعونها. نعم. انتم لازم تصورون الحالة حتى تجي البلدية مكافحة تجي تمنعها. نعم نعم. يوصل صوتك ان شاء الله. اترجاك هسه تروحون تصورونها. يوصل صوتك. اترجاكم. انتم كقناة. نطرح الموضوع على مسؤول البلدية ويشوفون يشوفون الحالة هاي واحدة. الشيء الثاني هاي المنطقة، هاي الساحة هنا الاستدارة. نعم. التوك توك جاي يوقف فيها، جاي ضايق على الطريق كله ملدود. ازدحام فعلا. ازدحام. التنظيف صفر. هذا صفر صفر، هسه يجي وقدام. انت من سكنت الشعلة؟ انا سكنت الدهن. اها. فاذا ماكو متابعه هي تايهه، واذا ماكو نوم متابعه تاهت في النوم. نعم. ايه. فهلا هلا بالمروه في الشعب، الشعب تعبان. نعم. ايه. شكرا لك. حبيبي. ايه. ها حجيه. شلونك؟ تبيعين مخضر هنا ها؟ ابيع خضره خال. ايه. وعنده واحد معوق. نعم. ومريض. نعم. وكش لا راتب لا بدايره، لا حاطين له مثل مطينه الى راتب عده الاربع جهات. نعم. وانا اشتغل، عنده واحد شهيد. لا طوني راتب. ولا طوني يعني هاي الفروقات مالته. ايه. يقولون راتب مال شهيد يعني تستنى. انا عندي مال رجلي. ايه. 300 يقول لي رفضي هذا يلا نعطيك راتب لك. اي وانا القاعده والله من الصبح ساعه بس اتغطى اغسل فجل واسوي خضره على في سبيل عايش ابنه هو وجهاله. وقاعد كاسب كل شيء ما عنده. كل شيء ما عنده، ذبيت قد معاملات ما يسوون له راتب. وين هو على يا وزاره؟ داخليه لو دفاع؟ هو كل شيء ما عنده، عذب على الكهرباء. أه. على مال الكهرباء. أيه. وهذا وعنده واحد موظف قاعد بالايجار، هاي صارت 3 أشهر بدون راتب. يعني انا اشتغل بالخضره المن المن. ها؟ جماعه العقود مال الكهرباء. اي انا ادفع اجاره هاي بالهاي الخضره ابيع عنها ناكل، ما نبيع ما ناكل. اي وهذا بطل الدهن والله ب2.5، الطحين صار ب35، يعني التمن صار ب40. ايش بيش تشتري؟ فد واروح لك. يعني حكومه هاي حكومه راسها صعدته الورقه، هذا الفقير ايش ياكل؟ هو ايش ياكل الفقير؟ هم شبعانين، كل واحد راتبه بال10 ملايين 12 مليون، وهذا الفقير ايش ياكل؟ فد واروح لك. ما يصير هيك. تطلع مظاهرات الوادم يكتلونها. بس هم الهم الهم ساعه وداحته كلهم ساعه اللي يحرقون على القضاء عليهم. اي. شكرا لك خالد. الله يديك خالد. اذا مستمرين في حلقتنا من بلا عنوان ومن منطقه الشعله عفوا، هذه المنطقه اللي دائما يعاني منها المواطن من مشاكل خدميه، بالاضافه الى موضوع غلاء الاسعار والمعاناه اليوميه للمواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، شلونك يا قلبي؟ من اهل الشعله. ها؟ من اهل الشعله. ايش تحتاج الشعله؟ خدماتها شنو؟ خدماتها ماكو اي خدمات. مجاري ماكو، كهرباء نهائي. يعني هسه تجينا ساعتين تطفى نهار كامل. طب جوا وشوف هسه هاي الشعله، بس طب جوا وشوف ايش بيها. شوارع كلها محفره وعباره عن خيس، واذا مطرت لا اسكت وخليها ما تطب. هي يعني هي كل بغداد هيك صارت. ها؟ مع الاسف هيك صارت كل بغداد. بس هسه اذا طب جوا الخدمات كل شيء ماكو بيها. يعني ايش حال الشارع؟ 24 ساعه
واقفين وغلي والسوق كله غالي وصاعد ونازل. تكتك شلون شغلك يوميا يعني؟ ماكو هسه غير هسه ابو تاكسي اشتكى من اهل التكتك قال يابا ماكو هسه غير حتى ابو التكتك حتى ابو التكتك نفس الحاله ما جاي يشتغل والله مستحيل هسه اكو شغل بالتكتك اللي يقول لك اكو شغل قال لك كذاب يعني طلع لك باليوم 10 15 تطلع اي 10 ل 15 تطلع سبع نعمات بس هم عندك عائله وعندك طبعا. الكهرباء وعندك سحبك هسه كله ب 12 وب 8 الامبير ب 12 الجو هسه ب 8 على الشارع هنا ها كلها تريد لو ما تريد يرحم والديك ممنونين عمرك اشكرك سلام عليك شو صحتك شو زين احنا نعاني ما نعاني احنا الصحوات ابن العراق نعم احنا كانت تدري راتبنا 500 بزمن المالكي نعم وها صار لنا 5 سنين نعاني من عندها قصونا 250 يعني انت رجال مسلح حالك حال القوات الامنيه نعم. سلاحك بالشارع نعم. المنطقه املها عليك يعني تعرف القريب والجريب وراتبنا 250 نعم. يعني 250 انت رجال مسلح حالك حال القوات الامنيه واقف بالشارع راتبك 250 نعم. يعني انا بدي اناشدكم بدي اناشد هالحكومه لازم يشوف لنا حل راتب الصحوات اي نعم وهذا يعني من ايش وقت صار 250 من 2016 لحد هذه الساعه نعم. احنا كنا على المصالح الوطنيه نعم نستلم 500,000 اي وبعدين شو يعني تبلشت المصالح الوطنيه اي تحولنا وين تحولنا على وزاره الدفاع على الدفاع صحوات نعم على الصحوات زين وحالنا حال الدفاع بالشارع واقفين مسلحين زين ومسؤولية علينا زين ودوريات علينا وارزاق النوم كل هذا ارزاقنا علينا زين وهن 250 وانا اناشدك من اعداداتك المفضله توصل صوتنا من خلال برنامج بلا عنوان اكيد هاي مناشده الى وزاره الدفاع يعني هاي طبقه وشريحه واسعه بالمجتمع يعني بيهم عدد كبير عندهم عوائل عندهم اطفال فيعني خلونا نراجع موضوعهم ممكن انه يصير زياده بالراتب فد مخصصات فد شيء يعني اي شيء ممكن يحرك موضوعهم لان عوائل الكل وانا اللي حاكيك عندي ثمان جهال يعني ثمان جهال 250 تكفيك زين وانطينا شهداء انطينا شهداء بال 400,000 بس قاطع فوج النوال المثنى ال 24 زين وانا اشكرك زين شكرا لك شكرا السلام عليكم شلونك حبيبي شلون صحتك من خلال قناه التغيير نحاول يعني الناشد يعني مصطفى الكاظمي يعني على هذا الواقع اللي جاي تمر به مدينة الشعلة شوف هسه مثلا خدمات ماكو بلدية ماكو أبسط مثال هسه عندك هاي البطالة عندك يعني هواي ناس جماعة الرعاية الاجتماعية يعني خابروهم على مود مثلا الراتب وماكو لا جوم لا كشف لا شيء يعني عندنا ولد عمي خابروهم من هناك صار 3 أشهر تقريبا والحد الآن ماكو يعني لا رواتب لا شيء زين هم على شنو مقدمين موضوع الرعايه مقدمين مال الرعايه الاجتماعيه مال العاطلين وطلعت اساميهم بينما صار لهم 4 أشهر 5 أشهر ماكو لا يعني مثلا راتب لا طلعون كشف لا شيء وانت تشوف الوضع يعني من سيء الى اسوء ما يعني بعد ما اعرف حقيقه ان شاء الله يوصل صوتك من خلال برنامجنا جزيل الشكر نعم احنا خلونا نركز ايضا على الجانب الايجابي شباب واحد من عندكم بس ياخذ لي العمال مال البلديه اللي دينفون حاليا نعم شلونك حجي حبيب قلبي نعم الله يحفظك اهلا وسهلا من اهل الشعب لا انا من اهل الشعب من الشعب اليوم جاي هنا للشعب اليوم جاي خدمات اذا تريد تقارنها بالشعب منطقه الشعب والله هي الشعب افضل من الشعب لان الشعب صفر خدمات احنا سوينا حلقه لو احنا بالنسبه لمنطقه الشعب يعني رديئه الكهرباء الماء رديء الاعمار صفر يعني صفر يعني مأساة احنا سوينا حلقه قبل فتره كنا بمنطقه الشعب وتحديدا الحديقه اعتقد انا هم هناك يجون للمحل نعم وصار اللقاء لانه شنو نحو الاسوء يعني الناس قد تريد تقدم خدمه لكن ما اعرف ما اقدر اقول لك انه الصوش منين هو احنا ما نريد نخلي صوش على احد بقد ما هو يمكن المواطن همينا عليه المواطن تعب يعني تعرف شنو هو اصبح ما يعني المن هو عليه مسؤوليه صحيح انه وياك ولازم يقدم يعني واجبه هذا لازم يقدم لكنه المسؤوليه اللي عليه مو يعني امكانيته ما تسمح له يعني شنو ينظف له شارع مثلا اذا هو الشارع محفر اصلا يعني اصلا ماكو تبليط اصلا ماكو الامانه صفر يعني أنا ذاك اليوم تفاجأت لقيت أكو أشجار ورد بشارع عدن يشلعون بهن ورد جميل يخبر
لقيتهم يابا شنو قالوا وي راح نخلي هذا الفيكس ما ادري ايش يسمونه يعني العمليه عكسيه قاعد يصير الشغل ماكو انه خدمات ماكو يعني خلينا نقول معدومه. احنا نحاول من خلال برنامجنا انه ننقل صوت المواطن دائما خصوصا موضوع الخدمات لان احنا على تماس مباشر دوائر البلديه على تماس مباشر مع المواطن والمواطن هو اكثر ما يحتاجه اليوم هي هاي الخدمات بالاضافه الى الوضع المعيشي طبعا. اول مره اشوف جهات الاعلام مشكوره تقدم هذا وتقدم الصوت وتقدم المواطن لكن المشكله انه ماكو من يسمع ماكو من يقدم يعني انت من تجد المواطن وتساله شو تحتاج شنو النتيجه يعني قال لك انا كذا وكذا لكن النتيجه شنو ماكو نتيجه هي هاي المشكله مالتنا مشكلتنا انه بس الصوت مالنا ينقل هو انا بخدمتك شكرا لك شكرا ممنونين حجي شكرا صباح الخير صباح الخير شكرا صباح الخير تمام انا اشكر قناه التغيير وان شاء الله يحفظكم ان شاء الله وبارك على الجهد مالكم هذا الله يخليكم يعني مين احكي لك منين يعني ابدا منين اللي انت تعاني والله شوف اول شيء ذاك اليوم السوق صعد عندي نعم طبقه البيض كانت ب 3000 صارت 8000 دينار البيض والدين كان بلي صار ب 3000 دينار زين احنا ناس عمال عطاله بطاله مو عشان صار الشهر قاعد والله شغل ماكو اروح وارجع معدي سبع جهات زين تعال تنت تروح تبوك تروح السليب تطلع مظاهرات قلت له تروح يعني تبوك قلت له وين تروح مو والناس تعال ناس تعبان شو طماطه كان بلي دينار مو زين يعني ما سوينا فتح حيل فسوى شيء عملتي بس ناكل اللي بقول هسه ما قصار صار 20 سنه سووا مدرسه بنوا مستشفى كل اعلام كذابين واحد لا لا, لا لازم على الاخ لازمه حق له باطل هو مو هم بيناتهم عصابات تعال شوف الشعب التعبان شوف الناس هاي الشعله والناس يوم بعد يوم لا تتعب الناس تعبانه ها شو استاذ هذا حط يشتغل بلديه يوم 10000 دينار من الصبح الليل مو انا عمالك قاعد خليه يسوونا حيل شوف هذا فلان قال واحد يشوف كيف الله بس ليش يا اخي سوونا حيل كل برقبتكم عوائل والله صار عندي 7000 راتب لا شيء عطال بطه زين اروح ابو قن طلعنا مظاهرات كتلوني يعني وين تروح ما اعرف اللي فتح بالشارع عده بسطيه عزلوه القاعد بالحشويه على الحواسيب شيلوه الناس هاي تعال شوف الناس هاي الفقره شوفوا العالم سووا لها حيل قلت بس يبوه كله مليارات مو اشوف هذا الشعب والله العظيم اذا ما شوف الشعب اذا ما شاور بيهم شوف والله العظيم الا شاور بيهم والله ناس فقر عم الناس تعبانه شوف هاي الناس هاي الجهال هذا يبيع اللاقي هذا يبيع مي هذا يدفع عربانه ما يصير هيك هاي النسوان عندها هاي النسوان كلها عندها شهداء قاعده لا رواتب لا شيء يعني ما يصير هيك يا اخوي رحم على والدك يعني الشعب اللي يعني اللي يقوم عليهم الله يرتاحون يعني والله مو خوف احنا ما خوف عندهم بس ننتظر المرجعيه من تقول انثور عليهم الله بس ديش يعني هذا نلاحظ احنا من خلال لقاءاتنا انه الناس وصلت حدها يعني الناس يعني شو قاعد نبيع من الساعه 1 يبيع اللاقي يعني ربع ما عاد سمعت رايك بي يعني هاي دوله وانت العراق هالخير شو النفط بي الزراعه بي الخير هي الدول كانت تطلب من عندنا احنا نطلب من الدول بس ديش يا اخي يعني طبقه بيض 8000 دينار يعني بطل الدين زيت 3000 دينار زين هاي الناس هاي الحواس الناس بغير ما عادها يوم تعال شيلوا مو هي ناس تعبانه وين توديها لا والله ما توديها سووا لهم حال يا بنت عاد ما عندك سكن عم هاك لك قاع مو هو مال الشعب مو لا والله وما لهم مجاوب هم كلهم حشاك كلهم ناس حراميه والله العظيم منين هم جو منين مو يعني جو وراك وعقبك مو لا شكرا لك اغاثي ابو رحم الله ان شاء الله وصل صوتنا ان شاء الله فعلا يعني الناس قلوبها مليانه ودائما عندهم حديث يتحدثون به ودائما عندهم انتقادات يتحدثون بها ملاحظاتهم احنا بالنسبه لنا كقناه حريه التعبير مقفوله المواطن يتكلم باللي يريده ونوصل صوته الى المسؤول و الى كل من يسمع الصوت بالنهايه لازم انه يتم يعني ملاحظة كل هذه الأمور اللي دا يطرحها المواطن حتى على الأقل يعني نقدر نساعد نقدر نقدم شيء راح نبقى مستمرين في هذه حلقتنا من بلا عنوان اليوم من مدينة الشعلة هذا السوق هو سوق الشعلة حقيقة يعني كل شيء موجود لكن يتحدثون إنه الأسعار ارتفعت في على الناس الفقراء خصوصا هنا اللي عايشين يوم بيوم واللي يعني عايشين رزقهم اليومي يوم بيوم يعني ما عندهم مدخرات وأغلبهم يعني نفذت مدخراتهم حتى خلال فترة الحظر وموضوع كورونا اليوم ده تسوق سلق ها دولمة الوجبة دولمة اليوم أي والله خدمات يعني تعتل زفت يعني ما كل خدمات
الدولة كل شيء ماكو، معاني كل صغوي يعني. شوف العالم الفقرة كوما، شوف هاي أمنا قد أمنا يعني حجية كبيرة، دولة هيك تعبانة يعني الدولة ما تبوع على الفقير. أنا إذا شوف شو ملتيتنا الدولة، ها؟ أنا إذا شوف شو ملتيتنا الدولة ما شو لا خدمات بها حق، لا الحكومة دايرة بالها علينا، شو ملتيتنا الدولة يا خال؟ عايشة يوم بيوم ها خالة؟ إي والله يوم بيوم، كفيلك الله يوم بيوم، أما يوم يباتل ويوم يمشي، وحق هذا الله. من أهل الشعلة أنت؟ إي من أهل الشعلة. وين ساكن؟ أنا قاعد بالتلاميات. المناطق الفروع مالكم الداخلية؟ المطار، الخدمات، ما كل خدمات، هاي منطقة التلاميات عود هاي طابو. ما كل خدمات يعني به، لا مي، لا شوارع تبليط، لا مداري، لا كل شيء ماكو. لا مرتفعات، كل شيء ماكو. يعني هاي معاني كل صغوية. والله العظيم، يعني فد وضعية تعبانة. يعني فد مرة. نتضرع رحمة الله بعد. بقيت يم الله. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بقناة تغيير. أهلا وسهلا. أود أن أذكر على ظروف بغداد وعلى العراق عامة، نعم، الذي تحيط بنا بما هو من صعب. فبالبداية أقول آخ يا بغداد، فرحانة بعرسة ومن وجد عريسة تدور علي، لبست ثياب الفرح ولزمة الحنة تحنيها بدي، لا غريبي يصير يبنيه الوطن ولا الوطن يقبل يتأمل، يبي ما طابت جروح الما تريد تهيد، وجروح بألم بغداد حزنانة، والحي الضمير ما ظنه يخيب، يا ما دام الكفر الفرعون وأعوانه، يا لبسوها الوجوه، لبسوها الوجوه والظاهرة وبالدين، الميت من الجذر ما تحتي أغصانه، شنو هو الخبر وش قالت الناس، شهيد اللي يموت بأرضه وأوطانه، عراقي صار ما وذياب، والحد اللحد تلقاها ثعبانه، من هو يتحمل يعبر الصعبات، اللي يدوس على المنايا حسين عنوانه، وبعد رمز الفدا عباس، نبذ الماي ما ضاق لسانه، حداد البين بموجات، ولو تظهر حقايق كل من وشانه، ولو تظهر حقايق كل من وشانه. الله نشكر قناة تغيير، نشكر، جزاكم الله الف خير. شكرا، ممنون، شكرا لك. الشباب اللي ينظفون بالبلدية أيضا يعني لهم معاناتهم، راح نحاول نسولف وياهم. شلونكم شباب؟ اليوم حملة قوية ها؟ إيه إيش تنظيف هذا؟ تعال سولف لي، تعال احكي لي أنت كموظف معاناتك، راتبك، وضعك. والله ما شاء الله، الحمد لله. وشك زين، شغلكم شلون؟ لا زين الحمد لله. يوميا أنتم هذا الواجب مالكم؟ إيه هذا واجب مالنا. الصبح بالليل وجبات شلون؟ هي تجينا حملة مثلا للعلوة نروح بيها. زين، ومناطق الشعلة وغيرها، مو بس الشعلة، مو اكو عندكم غير مناطق؟ بس الشعلة مرات غير منطقة نروح بيها عادي. موفقين حبيبي. صحيح. صحيح. ماكو نظافة يا عمي، ماكو اعتناء، ماكو مو عنا. من اللي يسألك هسه اليوم؟ ماكو. اقول لك سألتك سؤال جاوبني، من ذب القاع؟ انا لو ما القفت القفت شيء اذبي. بس اسمعني، ما يخالف، من ذب القاع؟ المواطن. اكو مكاني الا بديل يذب المواطن؟ يمو ماكو. هو هذا مكان محور. اكو منظفين ينظفون المنطقة؟ ماكو. وين بيتكم؟ انا بيتنا هنا بالشعلة. بالشعلة هنا. اسألك بالله، وانت على الاذاعة وجاي تحكي بصوت عالي، اعطيني مكانك هسه، مو موجوده كابسه، ما عندك عمال المنطقه، اطلع وياك عمي. كل انا اللي دا احكي لك بعال عمي، كل وقت انا دا احكي لك حوار بيني وبينك. انت كذب بلديه ما انت ما جاي تحكي حظ وبخت. لا حظ وبخت والله، كل وقت هذه ناس. نعم محمد، اسال ذول العمال. لا اسال ذول اهل الخضره،
قلوا مجي المنظفينكم عم تجين يوم يا ليناتو من حظ وبخة تحشون ليش ما تحشون؟ انا بخدمتك لو ضدك. لا لا انا من الطعم بخدمتك لو ضدك. لا 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 بخدمتك ان شاء الله خدمة المواطن. لا لا اول شيء خلي مرضات الله. ماكو اعتناء عمي ماكو اعتناء. لا لا احكي بي يحب الله لا تجامل. اقول لك شيء تجامل. اقول لك غير دحت لك يا ابي عبد الله العدا. انا اقول لك من غبشه ترى الساعه بالخمسه وانا حتى تاج على تعالوا تعال تعال الله عليك ومحمد رسول الله. ايه. تجي يوم يا هنا اذا تجي حتى هذول اهل الخضراء يقولون العظيم والله يلا سلم سلم والله اسمع اسمع يعني اذا مو مرضات ترى شو تحكي يعني بعد هذا الحوار راح ننتقل الى مسؤول البلديه اللي موجود معاون مدير البلديه نتحدث وياه عن هاي المناطق. زين استاذ صادق تفضل يمي. اول شيء استاذ صادق عرفنا بحضرتك خلي المشاهد يتعرف بحضرتك. رئيس مهندسين صادق طالب عباس معاه مدير عام بيت الشعلة. نعم احنا شفنا الحوار اللي دار قبل شويه بين مواطن وبين احد الموظفين عندكم. المواطن يطمح دائما بخدمات افضل. نعم صحيح. بالرغم من انه انتم تشتغلون وتأدون اللي عليكم في ظل ظروف معروفه يعني. فاحكي لنا حضرتك عن مدينه الشعلة والعمل اللي تقومون به. احنا البلديه ما مقصره من ناحيه الخدمات، يعني هذا السوق تمر به مرتين بالاسبوع شفتين، صباحي كابسه وعمال والليلي كابسه فقط رفع النفايات، هاي وحده. بكل دول العالم الاسواق تصير بها نفايات كثيره، بها طرح كثير، لان اول شيء تسوق وكارتون ووساق وزباله يعني فكيف بالعراق وبالشعله منطقه الشعله؟ فهي المنطقه يبيعون بها حيوانات، يبيعون بها مخضر، يبيعون بها يعني كل شيء يصير بها، فاكيد اكو طرح يصير، طرح نفايات مو طبيعي، فاحنا مع ذلك اكثر من المناطق السكنيه. احسنت احسنت، الاسواق دائما يصير طرحها يصير اضعاف المناطق السكنيه، فالبلديه مع ذلك مخصصه كابسه ومخصصه عمال وخصصه مراقب ضمن المنطقه لرفع النفايات، في بعض الاحيان نخصص جهد ثقيل يعني شفل وقلابات لرفع النفايات المتكدسه الاقوام الكبيره بالمنطقه، فالبلديه ما مقصره باعمال رفع النفايات. زين موضوع المناطق السكنيه اللي بالداخل داخل الشعله هذه تدخل لها كابسات مال النفايات كل نعم يوم؟ نعم نعم بشكل دوري يعني مضبوط التوقيت لو انه اكو يوم اي ويوم لا يعني لا لا بشكل دوري ومضبوط لان اذا تبقى النفايات يعني اتحداك اذا تلقى شارع مفتوح نعم. تنسد لان الطرح مو طبيعي منطقه شعبيه وبيوت صغيره مثل المنصوره او مثل كراده بيت 600 متر وبيت ساكن نفرين احنا ما شاء الله البيت الواحد مقسمه نصين وكل سبع نفرات بالعائله نعم. فتدري هذا يطرح هذا يطرح يوميا قطف جيجاره اذا تلمه يصير لك كاطنان نعم. فاحنا طرحنا يوميا 600 طن يوميا نرفع من الدار البلديه مو من الشعله من الشعله والحريه نعم. فتقريبا 400 او 350 طن ضمن الشعله و250 طن ضمن الحريه فالنفايات ليش الشعله اكثر؟ لان الشعله بها اسواق كثيره سوق الساحه سوق المصلق وهي اسواق كثيره احنا راح نسوي بالمستقبل ايضا حلقه عن يعني منطقه الحريه ونلتقي بناسها ايضا اكيد لان يعني كل مناطق بغداد نحاول احنا نغطيها ونتواصل وياهم. زين اليوم المواطن يعني احد المواطنين هو اللي قبل شويه طرح موضوع انه ما عندنا حاويات نخلي بها النفايات، يعني هذا المواطن اللي تحدث قبل شويه يقول انت وفر لي حاويه حتى يعني يقدر المواطن يرمي والله النفايات. يعني اتمنى تطلع وياي هسه اشوفك الحاويات المنتشره على على البلديه على بالذات بهذا الشارع، شوفوا كم حاويه منتشره. يعني هنا بالسوق اكو عندكم حاويات بالسوق كم حاويات رفعت ليش؟ ما يذب الحاويه، يذب حول الحاويه. يجي المواطن يذب حول الحاويه، ما له خلق يحطها بالحاويه، يا ريت يذبها بالحاويه. بس هو هذا نعطي اكياس نفس الشيء الاكياس ما تطلع النفايات بالاكياس، تطلع بغير اهم تطلع بالعرباين وبالكذا. يعني انا حاولت راح ننشر انا هسه على استجيب المواطن راح اجيب حاويتين ثلاثه هذا هو هذا اللي نريده نعم حاضرين احنا خلينا نوفر هنا بهذا الشارع حاويات حتى نشوف الحجه شنو خلص المواطن يذب المخلفات اي مو انت الحاويه تشيل متر تشيل متر مكعب واحد نعم فالنفايات المطروحه اكثر من متر مكعب واحد عشان لازم مثلا 11 حاويات زين هو هنا تجي كابسه ترفع النفايات بالكامل يمكن حتى اذا خليت حاويات شويه الجهد عليكم اقل يعني انه بالضبط 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 احسنت احسنت صحيح احنا ان شاء الله نخلي حاويات بالمنطقه اذا هنا راح تكون حاويات استجابه لما طرح المواطن في بلا عنوان زين هذه المناطق اللي اذا نحكي احنا عليها موضوع جبايات نظافه موضوع غيرها عندكم البلديه تتعامل بهذا الموضوع؟ والله احنا عندنا جبايات نظافه بس ما اعتقد واحد يدفع يعني احنا والله نعاني من هاي مشكله يعني نعم. جبايات النظافه مشكله يعني المواطن ما يتعاون البلديه هو احنا بناخذ الجبايه نرجعها الى نظافه يعني نرجعها نعم. عمال واليات رفع نفايات نعم. فيعني ضعيفه الجبايه بهذا المكان زين ايش قد عدد العمال النظافه اللي عندك والشيفتات اللي
ضمن قاطع الشعلة. الشعلة جزئين، جزء شعلة باء وشعلة هنا، شعلة تابع على شعلة باء. شعلة باء بها حوالي 36 عامل يعني نظافة، وعندها جهد 6 كابسات، عندها شفر، عندها قلابات 2، عندها كيات، يعني عندها رافعة حاويات. هذول 36 شيفت واحد لو عندك أكثر من شيفت؟ هذا شيفت واحد، هذا شيفت واحد صباحي بس. 36 منتشر على كل الشعلة، مو بس على الشوارع العامة بالشعلة، يعني هنا احتمال 3 أو 2 هنا موجودين، لأنه شارع صغير ويعني كنس ورفع ورفع يعني تجميع بمحاور معينة. نعم. الكابسة ترفع النفايات. يعني أنتوا بصراحة تشتغلون وتأدون دوركم يعني مثل ما مطلوب، لكن قلت لك المواطن يطمح للأفضل دائما. شو نقدر نوعد المواطن خلال الفترة القادمة يعني؟ والله نوعد المواطن، إذا المواطن التزم ويانا برفع النفايات بالحاويات ويرجع عن الرصيف مسافة يطلع مجال للمارة، يعني ما يتجاوز على الرصيف وما ينزل على الشارع، احنا وياه شي يريد نبلط. نعم. يعني حتى شي تجلس نسوي له اياه. نعم. بس اكون امشي يلتزم ويانا على مود احنا نلتزم وياه. نعم. يعني هسه المواطن هسه ابو النظافه يجي يطب يشيل الزباله. نعم. هوسه وهذا عارض على الشارع شلون يطب له؟ الاستاذ هنا مسؤول، مسؤول مركز بلدي مع الشعلة باء. انا ثواني وارجع لك لان الحوار دار وياك احد المواطنين. موضوع فصل الشتاء والموضوع الامطار وهذا المجال اللي خاصه بالمياه الامطار، هذه اهلتوها جاهزه اليوم؟ لا، الشعله نهائيا ما تغرق. ليش؟ لان الشعله يعني ترمي على قناه مفتوحه اوبن شانل ضمن المنطقه هاي، وتذب على النهر المصب الثالث، النهر الثالث، فمتى متى ما يصير فيها غرق يعني، ما تغرق الشعله، وشبكتها نظيفه ومحطاتها كثيره، يعني كلها محطات غاز ترمي على المحطه الرئيسيه اللي تذب على المصب الثالث. فالشعلة إن شاء الله ما بيها مشكلة ما تنطر، بس عندنا شوية الحرية وعالجناها المناطق اللي بيها مشاكل. نعم. خلينا نشوف هنا المواطن إيش عنده ونرجع لكم. على مود موضوع يعني يقول البلدية يومية خلونا 30 وهاي، هذا احتمال تلا غير. هذا الشارع يومية كل شارع بيبي 3 أفراد 4 ويلزمونها من هنا لحد الجوب. ينظفون هو جالس. إي 3 نفرات. وهو شو يريد يصير؟ هو جورة قليلة، هو قاعد ينظف ينظف على قوت على قوت واحد على قد فلوسه. اجوره قليله. لا بعدين بعدين الصراحه خلونا نكون واقعيين. هو المفروض هذا يعني عامل نظافه المفروض يتعب اكثر واحد، المفروض اجوره صغير زينه ومرتبه على مود يتعب المواطن. عليه مو منهم بس الشغل على البلديه، المواطن لازم هم يساعد. يعني هسه اقول لك يوم يشوفوا شو يصير، هو اول شيء هاي علوه وذيك جوبه، يعني ايش قد ما ينظف ما تبين. لازم شو تسوي؟ تزيد عدد وسياره وياه، مو بس عرب، انا سوى عرب. بعدين بعدين اكو المواطن عليه مسؤوليه ايضا، المواطن هم لازم يساعد. وهي ثاني شيء ذا الامانه، ذا تريد ترتب وهذا السوق اسوي نظام وياخذ ايجار من العالم وفشي مرتب فعلوا له حاله حال العالم شيء نظام. هسه مثل اسال وصاخه خلي اسوي شيء سوق نظام مبني ورتبه واخذ جبايه شيء رمزي. السوق اللي موجود هذا ب 460 تدري به سوق نظامي وحجي جويله وخايف، بس ما تفاعلوا به، ما اشتغلوا به. استاذ عرف المشاهد بحضرتك اولا. علي جبر مسؤول مركز بلدي الشعلة باء، تابع لاداره بلدي الشعلة. موضوع النظافه اختصاص حضرتك؟ طيب اليوم عمالك حسب ما سالنا انه هو فوق ال 30 عددهم، شلون توزعهم بحيث انه تحافظ على موازنه تكون مرتبه الشعله في كل مناطقها يعني تتنظف بيوم واحد؟ استاذ علي السلام عليكم. انا عندي محلتين، محل 460 ومحل 462. محل 460 تجي من شارع جسر الشعب توصل الى مجمع الطبي، ومن المجمع الطبي للعلوه مسويهم قسمين. فتعرف الشوارع الرئيسيه كبيره. اعقب على كلام اللي الاخ مساعد اللي قال عدم وجود عمال بالشارع. طيب هاي علوه ومسطخ وتعب الباعه من جوني هواي موجودين. طيب وين ما كان يرمي؟ اسالك بالله اذا صار رمي وين ما كان باي مكان؟ راح تسمع عندي طامه كبراني. مو؟ انا ليش مو اكو اماكن مخصصه لرمي النفايات؟ ليش انا علم المواطن ما اثقف المواطن اكو موجوده حاويات؟ اتعب نفسي على شغله 5 والله هذا دوركم هنا. دوري ما يخالف. بس من يجي ويتهمني ويقول العامل ما يشتغل، طيب هذا الشارع من يطلع الصبح المواطن الموظف من يطلع الشارع يلقى الشوارع نظيفه، من جاي ينظفها؟ من جاي ينظفها؟ وانت جاي تشوف حالك، انت من جاي تشوف من قلت العامل جاي يشتغل؟ صحيح اكو مبادره المواطن شو يقول لك؟ الاجور قليله، هاي تسعيره، لا بيجي ولا بيجي غيره، ولا بيجي حتى من جاي العامل. ايش قد يستلم ال 10,000 يوميا؟ يوميا يعني ياخذ قايض بالشهر 300,000، هاي نقدر عليه احنا. ماستر كارد ومو بيجي يستلم هو حاله حال موظف يعني. والله
موضوع الكابسات والحاويات اليوم هاي المنطقه يعني استاذ صادق قال انه راح نوفر هنا حاويات. وجهه نظرك انت وين يحتاج توزيعها بهذا الشارع؟ يعني السيد المعاون ايش قال لك؟ قال لك يا ريت المواطن او شلون تقول ريت المواطن يساعد وين البلد؟ شلون يساعده يعني؟ يساعد يعطيني متر بحيث العام من يجي يصعد فوق الرصيف من جوا الكتر يبين لك الكتر يبين جماليه الشارع. طيب انا اذا اخلي الحاويه هنا ايش قدر اخلي الحاويه؟ ست حاويات؟ انت انظر اسال الشارع من طول ايش كم حاويه جرادك؟ ما راح تسيطر. الكابسه موجوده، انت كم شفتات عندي؟ شفت صباح وشفت مساء وشفت ليل والعمل على مدار 24 ساعه. طيب شلون راح اسيطر لك انا على الحاويات؟ مرات الحاويات شلون تقول جماليه ومرات تخرب على ارواحنا. النفايات اللي يجيبها مو رجل واعي، راح يجيبها طفل صغيروني، الطفل وين راح يذبه؟ يذبه بالقاع. ايش راح اسوي؟ اسوي العامل يجيب يشيل مكان ما رجل واعي مثقف يجيبه يذبه بالمكان المناسب، راح يذبها وين؟ يذبها بالقاع. زين هذا كسوق، المناطق السكنيه موجوده محاور، موجوده محاور وموجوده ازقه دخول كابسات لهم. حاويات المختارين، مختارين مكانات مناسبه لهم. والمواطن مرات يساعد وياي. من يشوف عقليا انت اذا شوف مكان مرتب ونظيف ما اتوقع الواحد راح يذبح بالقاع، لا بنص الحاويه. نعم زين اليوم انت عندك 36 موظف، هذول بس الصبح يشتغلون؟ لو عندك شيف الصباحي، شفت المساء واحد، شفت الليل واحد، هم احتياجي عداليات عندك كابسات وهاي. نعم وتوجيه سيد المدير العام ثلاث وجبات، والسيد المعاون استاذ غماد بشرافه يعني مشرف على الوجبات الثلاثة. المناطق اللي مسؤول عليها حضرتك ضمن الشعلة؟ محل 460 62 اللي هي من ضمنها هذا من جسر الشعب اللي جاي. اها زين باقي مثلا الحرية؟ مو الحرية كمان مركز القسم ست مراكز عندنا ست مراكز نعم. اها ست مراكز نظافة نعم نعم وكل من الاختصاص وكل من مسؤول مركز بلد نعم ولا جهده ولا عماله. وبهاي الحالة تحس انه حضرتكم انه مكفين يعني ما يعني نقدر عليه ما نقصر وانا خدمي يعني شيء المواطن شيء اللي حاجه قبل هاي بس يا ريت ونكرر ايش ما يساعد ويا انا اعطيه اكثر. نعم يحتاج المواطن فعلا الى توعيه ولا تثقيف يعني كامل وهذا دورنا وان شاء الله كلهم مثقفين وكلهم مثقفين وكلهم يحكوا المال تله والحمد لله والشكر. احنا نشكركم طبعا حياك الله صادق، احنا ممنونين من تواجدكم ويانا وردكم على المواطن، لان صراحه اليوم المواطن يحب انه يشوف نتيجه حقه. واحنا برنامجنا يمكن هو الوحيد اللي يجمع بين المواطن والمسؤول بنفس المكان ويصير هذا الحوار. حواره خدميه، اسمنا خدمي نخدم المواطن يعني حوارنا بناء نكبر يعني عليه ولا حوارنا بناء نريده يكون يعني المواطن انتقد اليوم نريد نكثف شغلنا بالمستقبل خدمه المواطن ما تقصرون. اذا هذه كانت حلقتنا اليوم من منطقة الشعلة بلا عنوان، هذه الحلقة ركزت على عدة مشاكل أهمها الأمور الخدمية. التقينا أيضا بالسادة مسؤولين البلدية هنا في المنطقة، لذلك الحوار اللي يتم بين المواطن والمسؤول هو يعني دائما ما يكون حوار ربما متشنج، ولكن بالنهاية احنا نتمنى أن نوصل يعني نوصل إلى نتائج من هذا الحوار. المواطن عنده مطالب وكذلك يعني الجهات المسؤولة أيضا عندها نوع من القدرة والإمكانية. أحد المواطنين يحب يحدثنا. شو صوتك؟ إحنا ناس كسبة نشتغل بالعلوة مال الخضر، يعني أقل مطرة تغرق، ما عندنا يعني بكرم سامع على الطبله ما طبله. يا منطقه هاي العلو مال الشعله اي شوفه بعينك يعني غرقانه هسه ايش قصرها من مطرات غرقانه وناس كسبه وناس عمال تعبانه يعني طب الطين من الصبح بساعه بثلاثة وريد من منكم من الله ان شاء الله. احنا حكينا ويا يعني الجهات البلديه هنا ان شاء الله يعني يمكن ما طبلها بلديه. نعم والله العظيم ما طبلها بلديه قلت كذب هنا بال هاي العلو هاي والقمريه من يمها الطب تريد تشوفها بعينك واحسن يعني ينظفون بس الشارع بس وشوفها وكون لك ممنون. نعم. والله غرقان روح شوف هسه راح نسوي فيديو يلا امشي أكون لك ممنون إن شاء الله. إحنا أكون لك ممنون نشكرك شكراً لك مشكور. إذن كانت هذه حلقتنا من مدينة الشعلة، شكراً لكم وانتظرونا في حلقة جديدة وعنوان جديد من بلا عنوان. إلى اللقاء.